مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث الذي سنناقش فيها اليوم أهم التدابير والنصوص التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتواصل مناقشتها لليوم الثاني بالمجلس الشعبي الوطني. مشاهدينا، لنقل جزء من هذا النقاش من قبة البرلمان إلى طاولة مع الحدث، أسعد باستضافة النائب محمد صدوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أستاذ أحمد صدوق. أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة، كما أسعد باستضافة النائبة البرلمانية علال بوثلجة. أهلا بك أستاذ علال، كما أسعد أيضا باستضافة الخبير الاقتصادي أستاذ جلول سلامة. دكتور، أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا لك ومرحبا بضيوفك الكرام. إذن ضيوفي الكرام، مشاهدينا الأعزاء، قبل أن نخوض نقاش في مشروع قانون المالية، نبدأ بتعليق حول الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولات والولات المنتدبين. إذن ربما أطرح سؤال في البداية أو أترك التعليق للنائب أحمد صدوق، تفضل أستاذ. إيه، أولا مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف، وتحية للمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الحياة التي نعتز بها. أتعلق بالحركة في سلك الولات، أولا هذه من صلاحية رئيس الجمهورية، وكان منتظر أنه بعد الانتخابات الرئاسية أن لحلحلة الأمور وهذا الاحتباس اللي راه موجود لابد أن يذهب في اتجاه تغييرات، ليس فقط على مستوى الولات وإنما على مستوى الحكومة، على مستوى كثير من يعني القيادات والمديرين المؤثرين في سير البلد. وينبغي أن يكون دائما المعيار هو من نجح يثبت نجاحه أو يتم ترقيته، ومن فشل فالأصل أن يغادر، لأنه عانينا كثيرا من الرداء خاصة على المستوى المحلي في كثير من الولايات. سبب الاحتباس وسبب يعني هذا الترهل وتعطل التنمية هو جزء من الولات اللي يفترض انهم يعني عندهم كامل البوفوار وعندهم كامل الصلاحيات باش يكون عندهم عطاء، يكون عندهم يعني اداء جيد، والحساب في النهايه هو بالمنجزات وليس بما يسوق من خلال كثير من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، إذن الأستاذ علال بوثلجة، ما هو تعليقك ربما على هذه التغيير الذي جرى في سلك الولات والولات المنتدبين في ظل تحضير أيضا لقانون البلدية والولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على المرسلين، شكرا مرة أخرى على الاستضافة. على كل حال، التغيير يجي في إطار الصلاحيات الحصرية للسيد رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وهو يدخل في إطار يعني التغييرات التي كانت منتظرة يعني في بداية العهدة الثانية للسيد رئيس الجمهورية. ومعروف أنه السيدات والسادة الولات والولات المنتدبين هم حجر الزاوية في منظومة الحكم في الجزائر، يعني ويلعبوا دور كبير في تنمية الأقاليم وفي برامج التنمية المحلية وفي تطبيق برنامج الدولة يعني بالنسبة للتكفل بالانشغالات الأساسية للجزائريين. وهذا اللي يجعل من موضوع حركة في سلك الولات موضوع مهم ومهم جدا، ومنتظر أنه كما قال سيد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمص أحمد، منتظر أنه المعيار الوحيد الذي سيأخذ يعني الأهمية هو معيار الكفاءة، لأنه احنا بأمس الحاجة إلى مسؤولين ليتمتعوا بالكفاءة ويتمتعوا بالالتزام ويتمتعوا بالإرادة ويتمتعوا كذلك بروح خدمة الجزائريين، لأنه مهم جدا في المرحلة هذه أنه نرتقي بمستوى أداء الجماعات المحلية ومستوى أداء المرفق العام حتى نقدم خدمة عمومية في المستوى الجزائريين، والولات هم الأكثر المعنيين بهذا الموضوع إن شاء الله. كما قالنا أثمن الذين يعني نجحوا وأبلوا بلاء حسنا فليستمروا أو يرتقوا إلى ولاية أكبر يعني اللي تحتاجهم، والذين لم يوفقهم يعني الحال أو ما قدروش يقدموا الإضافة أو عجزوا أو هم في نهاية يعني أداء الخدمة فليتركوا يعني المكان لمن هم أجدر منهم بهذه المناصب حتى يقدموا الأفضل للجزائريين.
نعم أستاذ جلول سلام، لن أطرح عليك سؤال سياسي، يعني من الجانب الاقتصادي ما هي أهمية هكذا تغييرات ربما في تحريك عجلة التنمية ودورها، أم لديك رأي آخر؟ والله أنا محاط حاليا بالسياسيين وقد سبقوني بالتعبير الذي يليق في مثل هذه المواقف، وأشاروا صراحة أنه يدخل في صلاحيات سيد رئيس الجمهورية. على هذا المبدأ أبني مقاربتي وأقول أن من وعود رئيس الجمهورية أن عهدته تكون اقتصادية بامتياز. اللهم أتمنى أن يكون قد اختار في هذه العهدة بداية عهدته الثانية رجال الاقتصاد ليقودوا ما وعد به. نعم اذا نستاهل هذا الجواب من الدكتور في اكثر سياسه يعني من جواب مكاننا فعلا نعم اذا نبدا نقاشنا حول مشروع قانون الماليه 2025. ابدا معك استاذ احمد صدوق، اول ما يبدا الحديث والكلام عن مشروع او مشاريع قانون وقوانين الماليه، اول سؤال يطرح ربما اليات والتدابير المتخذه من اجل المحافظه على وحمايه القدره الشرائيه للمواطن، ماذا عن مشروع قانون 2025؟ شكرا مجددا. طبيعه الحال قانون الماليه يعتبر اهم اليه للاقتصاد الجزائري، يعني هو الركيزه الرئيسيه التي تنبني عليها مختلف السياسات الحكوميه التي مبثوثة على مستوى مختلف القطاعات، ولذلك يعني يحظى بالأولوية ويحظى بالتركيز ويحظى بالتدقيق ويحظى خليني نقول يحظى بالأهمية اللازمة، لأنه في النهاية مهما كانت الأفكار ومهما كانت المشاريع ومهما كانت يعني البرامج، إذا ما كانش هناك تمويل لهذه البرامج فهي لا شيء. قانون احنا عندنا مشكل ليس في قانون الماليه وليس في المشكل في التمويل، صحيح هذا العام هي ميزانيه سويقت انها اكبر اضخم ميزانيه في تاريخ الجزائر، ولكن بالمقابل يعني هذا الانفاق خليني نقول ماهوش وفق رؤيه متكامله. احنا عندنا مشكل في بيئه الحكم في الجزائر، يعني تدير واش تدير، تجيب واش تجيب من افكار، تنفق ما تنفق من اموال، بيئه الحكم طاردة، بيئة الحكم سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي أو على المستوى القطاعي يعني طاردة، لا تقدر هذا الإنفاق، وسرعان ما تمر السنة ونجد أنفسنا في نفس الوضعية، الأسعار في ارتفاع، التضخم في ارتفاع، الديون تتراكم، الاقتصاد أو الاستثمار متعطل، فمهما كانت جودة هذه التدابير إذا ما كانش الإنسان المناسب الذي يتصرف بحكمة وفق معايير الحكم الراشد في إدارة هذه الأموال وفي صرف هذه الأموال، فأعتقد أن أثرها يعني لن يتعدى مجرد التسويق. المواطن الآن لابد أن نقر بأن هناك صعوبة في حياة المواطن. المواطن الآن يعيش، خليني نقول أنا كنت صرحت وقلت بأنه بعد ما كان يقدر يشري الخضرة، الآن المواطن كيروح يشري الطوماطيش ولا غرام يشرو بالحبة، يعني لأنه ارتفع سعر الطماطم سعر البطاطا، ولا يشري حبة زوج يعني على حساب واش عنده درك. الآن اللي يخلص مثلا 5 ملايين ما يشتك فيه با يكمل الشهر، المواطن راه يفوت 15 يوم حتى 20 يوم بعد لازم يسلف، لازم يدبر ولا يروح الكريدي. فلذلك مانيش عارف، كاين إشكالية رهيبة بحاجة إلى علاج جذري وإلى إصلاحات هيكلية وإلى يعني تحمل المسؤولية وإلى تضييق مجاري الفساد الذي ما زال ينخر البلد في كثير من المستويات. نعم شكرا أستاذ أحمد صدوق. قبل أن أذهب إلى الأستاذ علال أبو ثلجة، لبس أيضا أن أستشير الخبير الاقتصادي أستاذ الدكتور جلول سالم، حسب رأيك ما هذا التناقض في هذه المعادلة التي كان يذكرها النائب أحمد صدوق؟ أخي صدوق وضع أصبعه على الجرح وعبر بتعبير سياسي وبلغة يعني كيفاش نقولوا احنا تعبير أدبي دقيق، ربما لا يسنعني أن أعبر بمثل هذا الجمال التعبيري، أنا رجل مهندس أعبر بالرياضيات وبالأرقام، ولهذا أنا لست متشائم ولست
العكس متفائل, متفائل. أقرأها رياضي. إذن أنا قراءتي أقول لكي أجيب على بعض ما جاء في تساؤلاتك رياضيا من أين جاء. إذا سألتني لماذا الأسعار ترتفع, السلع ترتفع الأسعار, أقول لك العكس, ليست السلع التي ارتفعت أسعارها بل قيمة العملة الوطنية نزلت. إذا سيلو دينار كي ديسون فالور أبسولي إي نون با لي برودوي كي أوغمونتي. معادلة رياضية في بي إيكالا إم تي, دونك لا ماس دو برودوي ملتيبلي بار لي بري براتيكي تعطي لك ليكيفالون دو لا ماس مونيتار بارابور فوليوم إلى سيركيلاسيون دو فلو إيشانجي. وبالتالي هنا واش صرا عندك أنتيا, صرا عندك طرحت أموال نعم وما عندك السلع, بالتالي انت رفعت الاسعار. اذا من تسبب في التضخم وفي رفع الاسعار ليست الدوره الانتاجيه الاقتصاديه بل من طرح النقد فائض على حاجيات السوق. اذا كانت هذه الطاوله بين اربعه افراد تحتاج, يعني كي نحبوا بلادنا رايحين نبادلوا سلع في حدود مثلا نقول احنا في حدود 20 مليون سنتيم, تجي انت تقولنا هاي يحط لكم النقد 200 مليون, خير ان شاء الله, هاي بزاف بارابول, ما عندناش مواد تعادل 200 مليون في الطاوله هذه. اذا الاشكاليه وين راها؟ اشكاليه طرح نقد فائض على الانتاج, وبالتالي هنا المواطن يقرا على ان المواد ارتفعت اسعارها كما قراتها, وهذا شيء يعني لمسته يعني من الواقع, من الواقع. رياضيا ليست السلع التي ارتفعت بل عملتك الوطنية هي التي نزلت. كيف نزلت هذه هي كيف نزلت هذه العملة؟ أنت طرحت نقدا ولم تعادله بمنتوج, دونك vous avez mis en circulation une masse monétaire sans équivalent de richesse créée, vous n'avez pas créé de la richesse. نعم. بعد إجابة الخبير الاقتصادي يذهب إليك أستاذ علال بوثلجة, ربما أيضا لديك تعليق عن أهم التدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 للحفاظ وحماية القدرة الشرائية للجزائريين. شكرا مرة أخرى. في الحقيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يرتكز خصوصا على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي. لازم نذكر بأنه حتى اليوم رغم يعني العجز المالي الكبير لهذه السنة وصل إلى حدود 62 مليار دولار من ميزانية اللي هي 126 مليار دولار كلية بالنسبة للنفقات العمومية, ورغم الارتفاع اللي شهدته إيراداتنا الداخلية يعني في الجباية العادية والإيرادات بالنسبة للجباية البترولية اللي وصلت إلى 8500 مليار دينار, إلا أن هذا العجز يبقى يرتفع من سنة إلى أخرى, بينما المؤشرات الكلية كلها تبقى إيجابية. لما ميزان المدفوعات يعني اللي عبر على التزام الدولة يعني بالمصارف نتاعها يبقى يسجل فائض, لما الميزان التجاري يبقى يسجل فائض ما بين الواردات وما بين الصادرات, لما صادراتنا خارج المحروقات تبقى ترتفع وصلت إلى حدود 6 مليار دولار وربما توصل 6.5 يعني في نهاية 25, كذلك منتظر أن نسب النمو نتاعنا توصل إلى 4.5% مدفوعة بالقطاعات يعني الهامة اللي هي الفلاحة والصناعة والسكن يعني والتعمير, اللي هي قطاعات اللي ممكن أنها تسجل يعني فوق 4.5% من نسب النمو. هذه كلها زيادة على أنه مدخراتنا من العملة الصعبة منتظر أنها تزيد يعني وراح تكون تغطي 16 شهر من الواردات. يعني هذه المؤشرات الإيجابية كلها تخلينا في أريحية مالية, حتى وأنه اليوم العجز يسجل حوالي 22% من الميزانية من الناتج الوطني الخام, ولكن لازم نذكر مثلا بأرقام اللي مدها يعني صندوق النقد الدولي مؤخرا وقال بأنه المعدل يعني في الدول الناشئة راهو كاين وين وصل إلى 60%, وهنا وين يدق ناقوس الخاطر, يعني 60% من البي بي يعني من الناتج الوطني الخام اللي هو هذه السنة في حدود 246 مليار دولار. يعني كل هذا يخلينا في أريحية مالية ويخلينا بالعكس يعني أنا بالنسبة لي يخلينا متفائلين بسنة 2025. دوك واش هي الإشكالية؟ الإشكالية أنه جميع الجزائريين يعني اختصاصيين في الاقتصاد سياسيين أو حتى مواطنين يطالبوا بأنه هذه الأريحية المالية وهذه الأرقام الإيجابية تنعكس مباشرة على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية ولا حتى حسن نوعية يعني الحياة تاعهم لا كاليتي دو في. بالمقابل كاين صعوبات يعني في ترجمة هذه الأرقام الإيجابية داخل المجتمع, رغم أنه كاين زيادة في الأجور يعني هذه السنة
من خلال مشروع الميزانيه كاين زياده 11.4%، كاين زياده في التحويلات الاجتماعيه 5.5%، يعني الدوله مازالت تستمر في دعم المواد الاساسيه، في دعم الفئات الهشه، في دعم الشباب يعني البطال، في دعم الكثير من الامور. زياده على ذلك يعني رفع القيود الجبائيه بالنسبه او يعني تخفيض الجبايه وضيفوا حذفها، يعني مرات حذفها بالنسبه لكثير من المواد المستورده، كذلك انقاص او خفض في الرسوم. كل هذه اجراءات الهدف تاعها واش هو؟ الحفاظ على القدره الشرائيه ودعمها وتحسين يعني نوعيه الحياه بالنسبه للجزائر. ولكن احنا ماشيين دائما، والمشكله هذه هي في اقتصاد ريحي، ما زلنا نتكل على صادراتنا من المحروقات وصادراتنا من المدخرات يعني الأجيال القادمة، وهذا في حد ذاته يشكل خطر. اليوم مدعوين ومطالبين على مستوى الحكومة بإيجاد آليات سريعة وفعالة للعمل على تقليص العجز في الميزانية من خلال توسيع القاعدة الجبائية نتاعنا، البحث على جيوب جبائية حقيقية اللي من إمكانها أنها يعني تحسن مداخلنا من الجباية، زيد على ذلك رفع نسبة الصادرات تاعنا خارج المحروقات من خلال تحسين الإنتاجية وتحسين مناخ التصدير بالنسبة لهذا نتكلم عن التصدير، تحسين أرقامنا بالنسبة للتصدير خارج المحروقات. زيد على ذلك هو هذا هو الحل النهائي، لازم لنا اقتصاد منتج من خلال رفع القيود البيروقراطية على الاستثمار، من خلال الذهاب إلى شراكات حقيقية عمومي خاص أو عمومي خاص خارجي أو أجنبي خاص أو أجنبي عام، هذه اللي لازم نمشيو فيها، وفي قطاعات اللي تبتعد عن القطاعات اللي معروفة هذه تسير الدولة المحروقات والمناجم، لازم نمشيو إلى قطاعات حقيقية، نمشيو للفلاحة، نمشيو للصناعة، نمشيو للسياحة اللي هي يعني تبقى عذراء بالنسبة يعني واش تملك الجزائر من إمكانيات. كل هذا لازم العمل عليه بسرعة، لأنه ما عندناش حل آخر. إذا كان فقط نبقى ننتظر أنه الجباية تاع المحروقات، حتى وإذا كان الحكومة حتى اليوم يعني بتوجيهات من سيد رئيس الجمهورية تتخذ 60 دولار كسعر مرجعي، 70 دولار سعر السوق، يعني تخلي هامش من المناورة، هامش من الأريحية، ولكن هذا ما يبقاش كافي. لازم بسرعة نمشي إلى حلول جذرية وسريعة. لما يطرح سوق العمل يبدأ يطرح مئات الآلاف تاع المناصب في السنة، لما الجباية الداخلية الحقيقية العادية تبدأ ترتفع هذيك الساعة، لما الإنتاج نتاعنا يزيد، واش كان يقول الأستاذ، حتى تولي الأموال هذيك ينقص التضخم نتاعنا على الأقل، مادام هذه السنوات يعني رانا ابتعدنا مثلا على لابلونشابييه، ابتعدنا على طبع الأموال، وابتعدنا على المديونية الخارجية اللي تبقى كذلك نقطة إيجابية، لأنه القليل من الدول في العالم المديونية الخارجية نتاعهم تقارب إلى الصفر، هذا يعني كذلك يخلينا في أريحية مريح، يخلينا السيادة نتاعنا، لأنه كذلك لازم نربطوا الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالسياسي. كلها أنا نشوفها بنقاط إيجابية مع المطالبة بالعمل أكثر، وحتى بالنسبة للقطاعات أنا متأكد أنه تكون هناك تسهيلات أكبر في قطاع الفلاحة، ودعم يروح لي 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 للناس اللي تستاهل الدعم هذا، تروح مباشرة للفلاح، أكيد أنه الإنتاج راح يكون أكبر والأسعار راح تنخفض ونكونوا في أريحية. أكيد أنه في قطاع الصناعة لو نرفع القيود البيروقراطية والوكالة الجزائرية لدعم وترقية الاستثمار وتحط العقار الصناعي بسرعة، ونمشيو مع البنوك في تمويل المشاريع، ونرفع القيود بالنسبة للضرائب بالنسبة للجمارك، ونمشي للرقمنة حتى الناس كامل تستفاد بنفس المستوى، ونسرعوا من الإجراءات اللي يعني الإدارية اللي هي ثقيلة. كنا نتكلم على الحركة في سلك الولات، اقتصاديا الولات هم مسؤولين عن الاستثمار في أقاليم الولايات نتاعهم، يعني هذا الشيء كامل مترابط على هذه. كنا نشوف بأنه سنة 25 متفائلين بها، ولكن بالمقابل وجب العمل وبسرعة على إصلاح الاختلالات. نعم أستاذ البوثرجة، أشرت إلى الكثير من النقاط ربما التي سنتطرق إليها في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. الخبير الاقتصادي كان يبتسم لما يكون لديه تعليق ويهز رأسه لما يوافق، أكيد سنعود للحديث عن هذه التفاصيل في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. مشاهدينا يبقوا معنا.
عودة إليكم مشاهدينا، وجدد الترحيب بكم في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، ويتواصل النقاش ونحاول نقل نقاش من تحت قبة المجلس الشعبي الوطني إلى طاولة برنامج مع الحدث رفقة ضيوفي الكرام. دائما يواصل معي النقاش نائب البرلماني أحمد صدوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، والنائب البرلماني علال بوثلجة، وكذا الخبيرة الاقتصادية دكتورة جلول. سلامة، أبدأ معك أحمد صدوق، ربما نتحدث عن أهم النقاط التي تم تداولها تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، أو التي أثارت نواب المجلس الشعبي الوطني وأنتم ككتلة أيضا. صحيح، هو على كل حال نحن اليوم الجلسة الآن مستمرة وفي اليوم الثاني من النقاش، وغدا تختتم بمداخلات السادة رؤساء الكتل. نواب يعني، وأنا حضرت أغلب الجلسات، النواب يقدمون كثير، يقدمون تشخيص واقعي في مداخلاتهم بغض النظر عن التصويت، لكن التشخيص الذي يقدمه النواب هو تشخيص واقعي. قبل ذلك كل عام لجنة المالية يعني ترفق مشروع قانون المالية بتوصيات. للأسف هذه التوصيات الحكومة ما شغل خلاص تنتهي مع المجلس. المفروض مثلا اللجنة حينما توصي بشيء قال نصوت لك على القانون، ولكن أوصيك بكذا وكذا، العام الجاي على الأقل دي من هذه التوصيات. نعم. ما كانش التوصيات تبقى حبر على ورق. نفس الشيء بالنسبة للنواب، النواب أحيانا يطرحون أفكار مبدعة، يطرحون حلول، يطرحون مشاكل حقيقية، ولكن في الرد شغل حوار طرشان، يعني كأنه ما هدروش. يبقى دائما الحكومة للأسف كاين، خليني نقول كاين واحد التكلس في التجاوب مع الانشغالات الحقيقية التي يطرحها النواب. طبعا النواب ركزوا في تدخلاتهم على القدرة الشرائية للمواطن، باللي الشيء اللي راكم تصرفوه ماهوش يوصل للمواطن. ركزوا على ضرورة توجيه الدعم، ركزوا على التأخر في انطلاق الاستثمار، رغم أن قانون الاستثمار جاء بصيغة الاستعجال وعنده أكثر من عامين، لحد الآن ما كانش مشاريع استثمارية مسجلة فقط على مستوى الوكالة. ركز النواب على الانشغالات المحلية وما أكثرها، يعني في مختلف القطاعات النائب يعيش مع المواطنين في ولايته في بلديته في قريته، وهو اللي راه في الواجهة مع الشعب الجزائري. ف مش عارف، لابد أن تتغير ذهنية أنت كوزير ولا كمسؤول قطاع، موش تاعك القطاع، لابد أن تستمع إلى الرأي الناصح. نعم، الرأي الذي يعطي الأفكار، الرأي الذي يعطيك حلول، وما تبقاش تسير في اليوميات تسير مكتبي، قاعد في مكتب وعندك مش عارف أنا إطارات وعندك مديريات، وتعتمد فقط على التقارير المكتبية هذه، اعتمد على الواقع. وهذاك النزول تاع البهرجة والتصوار وكذا لم يعد مفيدا. انزل لبغات حتى واحد ما يهضر عليك، ولكن انزل باش تحل المشاكل. ما تخليش المواطنين في قطاعك يعني يتكيفون مع المشاكل ويرضاو بالمشاكل ويصبروا، وبعد آليين يولوا يطول المسكين، قال اللي راه ينتظر في ساكن يقعد 20 سنه، اللي راه ينتظر في موعد طبي في عند طبيب متخصص يقعد بالعام وبالعامين وقاد يموت، اللي راه مش عارف انا يعاني من الاكتظاظ، لا يعاني هاتي، لا يعاني في النقل، لا يعاني في الطرقات مهترئه. هذه الانشغالات التي يعبر عنها النواب بكل صدق ومن كل حساسيه من كل كتل. ف رسالتي إلى السادة الوزراء وإلى القطاعات أن تنظر خليني نقول بذهنية المسؤولية والجدية إلى هذه الانشغالات، إن أرادت فعلا أن تطور يعني قطاعها وتحل المشاكل، وهي أن تكون فعلا في خدمة المواطن وليس العكس. نعم، إذن الخبيرة الاقتصادية جلول سلامة، ربما نعود الحديث عن أنه هذه ثالث سنة اعتمدت واعتمدت فيها المقاربة الجديدة المرتكزة على البرامج والأهداف بدل ميزانية الوسائل. أستاذ، ربما ما الذي قدمته هذه المقاربة حسب رأيك لحد اليوم؟ لو قدمت أشياء كثيرة لكان تفضل النائبان بذكرها وطرحها. نعم، سأطرح نفس السؤال بعد قليل أيضا على يبدو لي المقاربة نحن نسميها في لغاتنا العادية لمانجمنت بار أوبجيكتيف، يعني التسيير بالأهداف، هي جميلة أدبيا جميلة، لكن نقرأ الأرقام ونرى إن كانت الأرقام تلبي هذه الحاجة. الاقتصاد الجزائري في أول جانفي 2024 دخل إلى آخر سنة بتراجع في قطاع المخلوقات، مبيعات نتاعنا 15.47،
قطاع خارج المحروقات تراجع ب 15.38، مجموع الاقتصاد تراجع ب 15.5، هذه أرقام موجودة في تقرير بنك الجزائر. صحيح. وليست يعني ليست سبق إعلامي بما أنها موجودة. إذن إجمالي الاقتصاد في 24 تراجع ب 15.5. سيجيب عليك ربما الأستاذ على البث الجاي بتقارير أخرى. لا تقارير بنكية بنك نعم. الجزائر أنا لا يعني هذه ليست حسابات، هذه أرقام منشورة رسميا. إذن عندك كي نحسبوا البلاد واش عندها صوالد، مجموع الودائع الوطنية حاليا المتوفرة 50.7 مليار دولار، ودائع دراهم متوفرين للداخل. طيب ممتاز. الكتلة النقدية اللي راهي تدور في البلاد دراهم اللي دوروا اون بيي وموني ديفيزيونير اون بيي ولا اون نيكريتور، عندك 144.3 مليار دولار. شوف الارقام اللي راهي تروح تموين لا 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 ماس مونيتور اللي راهي تدور في البلاد اللي دراهم حديد اللي بي واللي ارقام في لي كونت بانكار باسكو هذيك سي لا موني نون ديفيزيونير. دونك موني ديفيزيونير موني فيدوسيير اي موني اون نيكريتور كونطابل عندك 144 مليار دولار. الاقتصاد نتاعك ممول حاليا تمويل الاقتصاد في حدود 76 مليار دولار، هذه كريدي على ليكونومي سيتادير ليكونومي نتاعك البنوك ولا التريزور بيبليك وما شابه يسالوا الاقتصاد 76 مليار دولار. طيب نروحوا للكتله النقديه خارج النظام المصرفي، لازم انتوش ان بوين سنسيبل، خارج النظام المصرفي عندنا 67 مليار دولار. صح نعودوا مجموع الاموال الموجوده او المداخل، خلينا نعودوا للمداخل للنفط والغاز، غادي تكون في حدود في 25 تكون مجموعها في حدود 45.6، خارج المحروقات رانا 5.4 نقولوا نوصلوا 7. اذا مجموع الوطني سيكون في حدود 50 مليار دولار، نضيف الصناعة ب 25، الفلاحة ب 25 مليار كناتج وطني، الصناعة ب 15.5 أرقام تقريبية للسياحة، يعني مجموع المدخرات الوطنية 90 مليار دولار. أذهب إليك الأستاذ علال بوثلجة لتعليق أيضا على هذه المقاربة المرتكزة على البرامج والأهداف. شوفي في الحقيقة الأمر فاش يختلف في المقاربة تاع تركيب الميزانية. كنا نتعامل بميزانية سنوية وفقط، كل سنة كاين برامج تسجل ونرصدوا لها الأموال تاعها وفي نهاية السنة نديروا الحسابات نتاعنا وننطلق في سنة بعدها جديدة. نعم المقاربة الجديدة الأصل أنه تكون فيها مقاربة بأهداف ثلاثية، يعني ممتدة على 3 سنوات، حتى موضوع التمويل ثلاثي في غالب الأحيان. يعني لما اليوم نشوف مثلا التسجيل والدفع كاين فوارق، يعني ما بين لي زاويو اي لي كريدي دو بايمون كاين فوارق. علاش كاين فوارق؟ لأنه التمويل يتبع نسبة تجسيد المشاريع وهذا مهم جدا. الآن هل ترى على المستوى المحلي وصلنا إلى النظرة هذه الاستشرافية على أنه نحكم مثلا في إقليم الولاية نتاعي؟ لأنه الموضوع ماهوش مركزي بعقلية قال سميناها بالأهداف وخلاص، الموضوع يبدأ من البلدية. هل ترى على مستوى البلديات عندنا نظرة استشرافية لثلاث سنوات؟ قال هذه السنة نطلب نسجل مدرسة ابتدائية، والعام القادم نطلب نسجل المتوسطة، والعام اللي بعده نطلب نسجل مثلا ثانوية. يا هل ترى في قطاع الصحة؟ قال هذا العام بالنسبة للحي الفلاني لازم لي مركز صحي، للحي الفلاني لازم لي ملعب، والعام الثاني يا هل ترى هل حقنا المستوى هذا؟ أنا لست متأكدا. على مستوى الولاية كذلك، يا هل ترى ما بقيناش بالتسيير الإداري الأصم هذاك اللي قال جيب مشاريع وسجل وبعت. اليوم مثلا واحدة من نقاط الضعف تاع الميزانية نتاعنا 16.8% من المشاريع مطلوب إعادة التقييم نتاعها. علاش إعادة التقييم؟ لأنه في غالب الأحيان المشاريع غير ناضجة، دراسات ما راهيش محيانة، الصعوبات اللي تجسيد المشروع، يروح يحط مشروع من بعد يلقى الأرض أرض فلاحية، يروح يفوت مثلا طريق ومن بعد توقع له منازعات ما بين الأرض تاع العروش،
ويجي يحط مدرسة والجيران ولا ملعب جواري ما الجيران يرفضوا كل هذا وهذه المشاكل. وكان في بعض الأحيان يغرق في قانون الصفقات العمومية يختار مؤسسة بعد الجي وبعد يدير يعني ريزيلياسيون يفسخ الصفقة ونبقى ونتريني والأموال راهي جامدة وقاعدة تما. ومن بعد كين فوتوا سنتين وثلاثة قال نطلب إعادة التقييم لأن الأسعار ما ولاش تتوائم مع إنجاز المشروع. اليوم واش المطلوب؟ المطلوب أنه الجميع ينخرط في موضوع الميزانية بالأهداف، ماهوش فقط الحكومة تجيب لنا مثلا وثائق محاسباتية قالها وكيفاش راح نكونوا وكيفاش راح نكونوا وكيفاش راح نكونوا. المهم أنه لازم الجميع ينخرط باش حقيقة نمشيو ببلادنا إلى أهداف حقيقية، ماهوش فقط نمشيو بالميزانية. مادام الميزانية هي عصب الحياة والأموال هما عصب الحياة، لازم الميزانية تمشي مع العقلية نتاعنا وهذا هو الأهم. أنا بالنسبة للأرقام اللي كان يقدم فيها الدكتور لا أشكك فيها طبعا. وأنا متأكد بأنه الدكتور هو ضابطها بالفاصلة نشتو دير لها بالماركر بالأورانج أنا متأكد وأنا متأكد بأن الاقتصاد الوطني نتاعنا ما راهوش في صحة جيدة وهذا كامل المجمعين عليه. الآن المطلوب من الدكتور الاختصاصيين ومطلوب منا كسياسيين نرافقوا في موضوع الحلول صحيح. لازم نجيو إلى جلسات وطنية نجيو إلى طاولات حوار مثل هذه ونفتح عقولنا. واش كان يقول السي حمد ما نبقاوش بعقلية المتعجرف بعد الطوفاي أنا نعرف كل شيء لازم هذه نحيوها. اليوم نجيو نقعدوا قال يا جماعة عندنا معضلة اليوم عندنا عشرات المليارات من الدولارات في السوق السوداء واش الحلول كيفاش المقاربة واش هي النظرة عندنا مشاكل جبائية ما قدرناش نديروا التحصيل هيا ونديروا إصلاحات جبائية عندنا مشاكل مثلا في الجمركة يلا نديروا الجمركة عندنا مشاكل في المقاومة للرقمنة يلا نشوفوا مكامن المقاومة في الرقمنة. لازم الجميع ينخرط ولكن ما ينخرطش وحده اللي كيما الدكتور لازم الناس يحوسوا عليهم لازم وزير المالية ومدير الميزانية ووزير القطاع الآخر قال أرواح نسمعوا منك واش لازم تفرض علينا رأيك وانت عندك الحق ما ولا واحد يملك الحقيقة الكاملة ولكن ربما وانا متاكد انه دو لا ديسكوسيون جاي لا لوميير ياك هكذا يقولوا الا كان قعدنا على طاوله وفتحنا عقولنا لبعضنا بعض وفتحنا الاستشراف بالنسبه اللي تسير الدوله لانه اليوم شوفوا رانا في معضله يعني ودي لازم نقولوها دائما احنا ندعم برنامج الدوله الحفاظ على مؤسسات الدوله ندعم كل شيء ايجابي في البلاد هذه ولكن الا بحكومه اللي تنتظر مره في 15 يوم قرارات السيد رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء وين راه يروح المبادرة وين راهم الوزراء في القطاعات اللي يقروا ويمشيوا للتنفيذ ويقترحوا ويبرمجوا ويفتحوا وزاراتهم على المحيط نتاعهم وعلى الاختصاصيين. هذا الشيء اللي محتاجينه اليوم محتاجين انه الحكومة ما تبقاش غالقة. الكثير من زملائنا النواب اليوم طرحوا مشكلات اليوم وصمة عار موضوع السيارات هذا بالنسبة لوزارة الصناعة ووزارة التجارة اليوم المشكلة تاع الجيكس هذا والرخص تاع الاستيراد اليوم اصبح هاجس بالنسبه للجزائريين درنا به المضاربه المشروع هذا موضوع الجيكس هذا ما زلنا نسير اداريا في قطاع التجاره ما قدرناش نديروا اقلاع حقيقي في قطاع السياحه ما قدرناش اليوم نتحكم في قطاع الفلاحه بارقام وخارطه وطنيه للمحصولات الزراعيه وما زلنا نسير اداريا في ماهوش فقط في مديريه الفلاحه نسير اداريا في الغرف الفلاحيه نفرض امين عام معين من الوزع الغرفه الفلاحيه الوغ كو تمشي لبلدان واحده اخرى لا كوبيراتيف اغريكول هي اللي تصدر يعني التعاونيه الفلاحيه تصدر ماهوش فقط تتعامل داخليا. الكثير من الاختلالات اللي وجب على القطاعات تعمل عليها وتعمل عليها بالجديه اللي لازم ولكن بشرط انه نسمعوا بعضنا بعض نقولوا الحقيقه لبعضنا بعض. لما يقول لك بانه انت اموالك او ميزانيتك راهي تفوق لا ماس مونيتير اللي عندك لازم تبحث حقيقه وين راه الخلل لانه احنا معنيين جميعا باستمراريه الدوله وبالحفاظ على بلادنا في ظروف الناس كامل يعرفوها باللي ما تسمحش. اليوم اللي ما عندوش اقتصاد قوي ودي جربناها في الكوفيد جربناها وين دول عظمى لحقت وين امريكا تختطف طائران تاع الواقيات لي بافيت الصينيه ماشيه لدوله اخرى لانه ولات الامر ولا فيه واحد الجديه يعني كبيره تتعلق بالحياه نتاع الانسان. على هذيك اليوم احنا معنيين عندنا 2,400 كيلومتر مربع عندنا امكانيات هائله باطنيه وفوق الارض وعندنا البشر فعلا وعندنا البشر كل هذا وما زلنا في بعض القطاعات نتخبط يعني كل وزير يجي يحوس يدير السياسه نتاعو كل واحد يحب يفرض نمط. الرئيس في اخر مجلس الوزراء تكلم على تقاعس تاع قطاعات
والتقاعس كلمة كبيرة يعني وكأنه مقصود وكأنه الناس مش حابة تخدم وكأنه الناس تقاوم العمل. هذا الشيء لازم جميعا الجزائريين احنا معنيين به ولازم علينا احنا اليوم على كل حال كمؤسسة دستورية سيادية البرلمان نظن بلي من خلال سماعكم لمناقشات زملائنا النواب وربما الكثير من المناقشات في لجنة المالية اللي هي مغلقة ما سمعتوهاش ربما لو كان سمعتوها تحسوا بالحدة تاع كيفاش النواب يدافعوا على مصلحة البلاد. ما معناتهاش انه اعضاء الحكومة ما يدافعوش ولكن احنا كذلك عندنا نظرة نتاعنا والنظرة نتاعنا للحكومة ملزمة بسماعها وملزمة بمرافقتها. واش كان يقول السيد رئيس الكتلة توصيات لجنة المالية لازم تكون كتاب مفتوح للحكومة في كل مرة تجاوب عليه. احنا شفنا في بعض الأحيان بعض أعضاء الحكومة سؤال شفهي نفس الجواب بالنسبة لزوج نواب في نفس يعني في نفس الجلسة. يعني هذا ماهوش بالمستوى هذا ماهوش بالالتزام هذا لنرتقي بمستوى أداء مؤسسة الدولة اللي احنا معنيين كامل به. نقرا لك ليكونومي بالواقع نتاعك هاو الريال نتاعك هاو شحال عندك سوالد شحال عندك في مكتوبك شحال تقدر تصرف اكيد طبعا اكيد ولكن نوزافون بوزوان دو سوليسيون. شوف محتاجين سي بيان دون بارلي سي بيان دون بارلي. شوف حنا لي سوليسيون اون با لا باغيت ماجيك فوزافي في دي شوا بوليتيك لي شوا بوليتيك هما اللي نتجو هاد الخيارات الاقتصاديه. بالتالي كي انت كنت تحكي مثلا على خيار المديونيه الخارجيه صفر سني بلو ان شوا économique, c'est un choix politique, c'est une ligne de conduite du gouvernement, des gouvernements successifs et donc de l'État algérien. Bitali, pour des raisons économiques. لو خيرتني أنا بلغة اقتصادية أنا أقول لك الاقتصاد يمشي بمعولين. صار لك كما المزنجرة كما فيكول بلادي يمشي بلي دو مانات يمشي بالدين الخارجي وبالدين الداخلي. أنت مثلا عندك مليار دولار راك حاطها في بنك البريكس عندك مليار دولار حاطها في بنك التنميه الافريقيه عندك اموال راك حاطهم في لافامي ورايح تزيد تحط في لافامي بغض النظر على البنوك الاخرى. الاموال هذه نتاعك انت اللي راك حاطهم دول واحد اخرى في شركات ميتي ناسيونال راهي تاخذهم كقروض تدي قروض اموالك تقترضهم وانت تستنى فيهم يعاودوا يرجعوا لكم النيديو كوم ان انفستيسمون ديريكت لعندك بينما انت لا تستفيد من هذه الاموال. نعم لانك انت يا كي تطرح كلف ملاير تطرح مليار واحد في لافامي لافامي يعطي لك حق سلفة ثلاث ملاير انت هادو ماركش تشتغل فيهم. ضيف الى ذلك ربما نقطة اود ان الاخوة النواب ينتبهون اليها سي لي كريدي دو ليكونومي سيغ سكون ابال لي كريدي كاربون انا مضيعين فيها بزاف اخوة النواب نصيحتي لكم تنتبهوا لها اون بير بوكو دارجون لو كاربون. حنايا رانا نخلصوا دركا رانا نخلصوا لا تاكس كاربون على المصادرات نتاعنا بترولية لكن ماناش ندخلوا اموال. حنا لازم الاخوة النواب نصيحتي لكم نبهوا الحكومة باللي حان الوقت الحكومة راهي تحوس على مداخل أخرى باش نوع المداخل نتاعها وترفع من مداخل الميزانية على خاطر احنا رانا نقول لك تصرفي أموال أكثر من ما في جيبك. يا أخي روح جيب أموال الكربون هذه حقوق تاع الدولة الجزائرية ما راكمش عارفين كيفاش تجيبوها. جيبوا خبراء نتاعكم جيبوا خبراء حتى أجانب يدعونوكم باش تدخلوا أموال للخزينة. عندك أنت يا متان في الفلاحة عندك 2000 دولار بار هكتار الاخي النائب سي عليه كان ذكر 2.4 مليون كيلومتر كاري تخيل 10% 10% احسبها فلاحه وجيب لي 2000 دولار بار هكتار عليها باسكو انت عندك اخضرار عندك غابات عندك مساحات خضراء هم يخلصوك عليها مقابل الكربون باسكو هم يديو لك دراهمك من البترول. حتى من الجانفي 2024 كل باخره سلع تدخل الى الموانئ الاوروبيه ياخذوا عليها 28 دولار بار طون دو كاربيرون كونسومي. دونك رد بالك الناس راهي تبوبي راهي ديرك في اموالك روح انت يا دير مقاربه يا اخي الدوله عندها حقوق من الكربون من لاكوب 2022 وارباح الرياح الاموال هذه لازم تبدا ترجع للخزينه. المقترح الثاني بيسكو كان اخي النائب كي شغل نقزني من قال لي اقترحوا لنا حلول من الحلول الاولى اني نقترحها لا الحكومه العامه انا على يعني صوتي اضمه الى صوت الاخوه النواب. مقترحي ان باسكو قانون الماليه في الاصل اختي منير وشنو هو؟ هو سك على بياض يقدمه البرلمان الى الحكومه قال هاك لارجون شاك ابلو روح صرف اخر سنه روح رجع لي نديروا لو كونت. قبل ما تمدوا لهم السك على بياض طالبوهم بتسقيف الدين العام قال يا اخي حاب تسير بالعش
تسير بلي ديفيسي ما عندناش مشكل، روح جيب لي لا كرواسونس. اذا اربط له الاهداف اللي كانت طرحت علينا السؤال الاخت منيره، قالت لك لو ماناجمنت بار اوبجيكتيف. اخي حاب نعطي لك بيجي بار اوبجيكتيف، سهل الحال. بارمي لي زوبجيكتيف لا كرواسونس، جيب لي 0.5 بوان، جيب لي 1 دومي بوان، جيب لي 1 بوان دو كرواسونس، واروح نعطي لك عش تسير بالعش. نعم سؤال للاسف الوقت يداهمنا طبعا. تعليق استاذ على التحفيزات الجبائيه الموجهه للاستثمار من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025. وعلى كل حال انا نثمن الشيء اللي قالوا صديقي اخويا علال والشيء اللي قالوا الدكتور تثمين، لانه تشخيص نتفق في هذا التشخيص ومتحملين مسؤوليتنا في الاقتراح. المشكل يتعلق ب هل هناك من ينصت لهذه الاقتراحات العاقله والايجابيه والمساهمه في في في, في بلادنا. ما تعلق ب المشكل ما تعلق ب ب ب كي سميتيهم التحفيزات الجبائيه. ايه نعم للاستثمار. القانون راه واجد 9000 مشروع راه مسجل. المشكل موش في التمويل والتحفيز، المشكل راه في الاجراء البيروقراطي. مازال الاستثمار لم ينطلق في الجزائر بعد اكثر من عامين من صدور هذا القانون. يعني المشكل ليس في التحفيزات، أنا كل عام نعطي تحفيزات ولكن لا أثر في الميدان. نعم وصلت الفكرة. إذا ضيوفي الأعزاء مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مع الحدث. أشكر لكم دائما طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.